الله بمر السقوط ركلة جزاء صافرة من حكم المباراة. شو اللي يسويه حمادي؟ لا يمكن. كرت أحمر، كرت أحمر، كرت أحمر لعامر مبارك لأن عنده إنذار، ولكن الكرت الأحمر يخرج الآن من علي حمد مباشرة. الحمادي يصنع الفارق، يصنع من اللا شيء شيء في اللقطة الماضية. شوف الكرة، شوف الانطلاقة، شوف التوغل وسط لاعبين، هنا الكرة، هنا السقوط، هنا العرقلة. علي حمد كان قريب من اللعبة، وهناك اشتراك في القدم وركلة جزاء يحتسبها. ركلة جزاء كانت للعين، سجلها العلودي في مرمى الشارجة، والآن ركلة جزاء بمصلحة النادي الأهلي سيزار. لسه نتكلم ولسه نقول بأن النصر متراجع بشكل كبير في الشوط الثاني، وإذا ما استمر الأهلي بهذه الصورة وبهذه القوة فإنه سيكون قادرا على تسجيل التعادل في هذا الدربي. سيزار هو من سينفذ ركلة الجزاء، 10 أهداف في الموسم الماضي، هدف سجله في مباراة كأس السوبر من ركلة جزاء في مرمى الشباب. عبد الله موسى نجم الشوط الثاني، هل يعود الإعصار مع سيزار؟ هل يعود الإعصار الأهلاوي مع سيزار؟ الآن نشاهد ونتابع هذه اللحظة وهذه الكرة من ركلة جزاء، فرصة للعودة، فرصة للعودة، سيزار يتقدم، الله! عودة الإعصار مع سيزار، عودة الأهلاوي مع سيزار، عودة الونان مع سيزار، التعادل في الدربي 2-2، عودة النادي الأهلي بالقوة والسيطرة والاستحواذ والضغط المستمر بعد ذلك النهاية بقدم فنان يعزفها بكل هدوء بكل ثقة، رماها بيده كالعادة سيزار. كل ركلات الجزاء بهذه الطريقة تكون مستحيلة حتى على بوفون. وفي اللقطة الماضية عودة النادي الأهلي للمباراة.